طبعا لا يمكنك التحكم في مشاعرك عندما يتعلق الأمر ببلدك. هذا الأمر ليس خاص بي، خاص بك أيضا، وخاص بربما كل المعلقين وكل المهتمين. أنا نعرف الكثير من المعطيات حول الجزائر وحول الكرة الجزائرية، ولما تكون تعلق فأنت تعبر عن مشاعرك بالدرجة الأولى، وأنت تشعر بالآخرين بالدرجة الثانية. تعرف الظروف اللي تمر بها الجزائر الآن، أمور مثل هذه كذلك، وأداء مثل هذا وتأهل مثل هذا هو أمر محفز للجزائر ككل، ليس فقط للمنتخب. بكل تواضع من دون أي مبالغة حاب نقول لك بأنه أنا عندما يتعلق بمنتخب بلادي وعندما يتعلق بوطني نحب له الانتصار ونحب له الفوز ونحب له التألق، ولو على حساب أمي في الجهة المقابلة. ليس هناك أغلى من الأم ولكن سوى الوطن. لذلك أنا لو يواجه منتخب بلادي يواجه أمي وأبوي في الجهة المقابلة، فأكيد أنني سأميل إلى منتخب بلادي لكي يفوز ويتأهل.